بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول الكتاب المقدس: بزلة إنسان واحد جرى الهلاك على جميع الناس، فتحول آدم ونسله من بعده إلى كائن فاسد فان. لكن الله الواسع الرحمة أحبنا حبا شديدا فخلصنا بواسطة ابنه الوحيد يسوع المسيح الذي حمل خطايانا وأميت موت الجسد لكي يقربنا إلى الله. يا يسوع الحبيب الإله الحي، يا ابن الآب المخلص، بمجيئك قيدت إبليس وسلطانه بقيود أبدية عندما مت عنا وقمت في اليوم الثالث. ولدى مجيئك الثاني سوف تطرح الشرير وأعوانه في ذاك المستنقع إلى الأبد حيث يكابدون العذاب. فنحن يا رب قد نجونا من تجارب عدونا المجرب بواسطتك وبحق دمك الثمين الذي سفك على الصليب وقيامتك المجيدة. امنحنا الغلبة دائما على هجمات كل الشر لكي نكون لك دائما في هذه الشهادة المحبة التي أحببتنا بها: أنت المسيح الذي قام من بين الأموات وأنت بكر الأموات لكي تعطينا حياة أبدية. آمين.